مرحبا كلكم. اليوم بدي احكي لكم عن مقاله بالتيك توك بس بتمثيل. وقبل ما تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات يلا نبلش مقلب الاول. ماما روان ريم بدهم حلويات. حلويات زي شو؟ ما هلا قبل شوي اكلوا سلطه فواكه وقطايف. طيب بس ما بعرف يعني حكوا لي انهم بدهم حلويات. هون شو بيعملوا؟ عم بيلعبوا ببجي. هلا انا محمد اول مقلب. شو المقلب الاول يا ميرا؟ لأول مقلب نحتاج سفنجة وصحن واي سكينة او اي شيء. هلا ومنحتاج اي شوكولاتة. راح احتاج نوتيلا. فاول شيء راح نفتح هاي ونبلش بها. شو راح تعملي؟ انه راح اغطي النوتيلا بهاي راح تحطي على السفنجة. يعني كأنها كيكة. راح تحطي على السفنجة هاي تعبيها نوتيلا. كمان بنطلع سبرينكل عشان نزينه. اوكي بعدين بنزين كريمه وبنعطيها لريان لانها بتحب الحلويات وبتحب النوتيلا كثير. ريان كثير تحب النوتيلا عشان هيك جبناها لقدها. اوكي هلا رح ندهنها من هون. اول نسوي هيك كيكة نوتيلا. يامي ريان حتستمتع فيها. هاي انا شفتها بالتيك توك. شفناها كل المقالب اخذناها من التيك توك. هيك صارت الكيكة جاهزة. هلا حنغطي لكن رش شوية سبينكلز. شوفوا ما أخذت كثير نوتيلا. يلا يلا جوانا الصحة الثانية. يا الله محل الكيكة اللي حتاكلها ريان هلا. حط معها معلقة ولا شوكة؟ معلقة ولا شوكة؟ لا خليها تمسكها هيك. هي طلبت من ريان طلبت من ميرا حلويات راح اخليها تروح تعطيها اياها بس راح اثبت الكاميرا اول. يلا ميرا ميرا. نعم. يلا طيب جاي خذي كيكه نوتيلا. سبريكلز كثير بس والله جماعة عيلة. الله يقرفك يا معفنة. ايش هاد بزر بكي يتسمن؟ هاي كيكة. الله يقرفك يا عمي بول يوم رمضان. هاي كيكة. ليه كيكة؟ ريان. هاي كيكة. المرة الجاية بدل ما تقلبيني بقلبي روان. يلا يا زلمة. حظي دائما تفرق. اوكي جايز هلا بدنا نروح نوديه هاي الكيكة الحقيقية لروان. كأنها اكلت منها انها كثير زاكية. تعال يلا. اوكي جايز هلا راح اخلي روان تذوق الكيكة اللي سويناها انا وميرا. روان انت. يلا روان. ريان. يلا ذوقيها. مسكيها طعمي. لا ريها شدي أفضل. عضي اكثر لسه ما هيكش يعني شوي صلبة. طيبة؟ جوعة يعني مربى يا اخي. يا اخي شو هذا؟ امسكي امسكي امسكي. قولك طيبة بس يا اخي. طيبة طيبة. سفنجي كمان بدكم؟ أول معها مسدس زهيب. أنا أشهر منك بالطبخ اسكتي. عجبتكم الكيكة نعملها. هاي كيفكم؟ زي ما شفتوا بالمقلب الأول ميرا مقلبت ريان وريان مقلبتني فحبيت إنه أنا أوريكم المقلب الثاني. أي لا. أوكي اللي هو بتجيبوا معجون أسنان وبتجيبوا أوريو رح تحتاجوا لصحن وهيك سكينة إنه ما إلها زي مكان جرح. فبتجيبوا حبة اوريو هيك حنفتحها حنشيلها على جواتها زي هيك. بعدين اتنها لازم يكونوا فاضيين بنجيب معجون اسنان
ونحطه على واحد منهم هون. ثاني هيك بعدين بنجيب الاوريو ومنسكرها. خلينا نعملكم فوكس ثواني. ومنسكرها هيك. بعدين تريرا مبينة كأنها عادية صح؟ هلا رح اعطيها لميرا وريان ونشوف شو رح يسوي. رح اعمل هلا ثاني وحدة اللي عندي كمان اوريو. رح نعمل نفس الاشياء. هاي المقاعد فيكم تسووها اذا انتم مليانين برمضان. ويا هلا حنشيل دول كمان مرة. نشيل الثانية زي هيك. وحنحط كمان معجون اسنان هون. كتلت شوي ونحطه ونفعصه. هيك صار عندكم مقلب بالاوريو. طبعا في اوريو بيكون زي هيك فعادين ما رح يعرفوا، رح اعطيهم اياه يعضوها وخلاص. فرشوا اسنانكم. طيب وش كيف عندك؟ يقولوا معجون كيف كيف عندك فيه؟ وانا بتعرفي ما فيها، هي مغلق فيكم في الذكاء. واو سو فاني او ماي جاد. هلا يلا ننتقل للمقلب الثالث. وهلا حبيت اعملكم المقلب الثالث من مقالب التيك توك. هون عندنا كريمه وراح اورجيكم هلا شوف المقلب. راح احط على ايد ريان كريمه وراح اعملها هيك بالمحارم على وشها. هي حتفكر في دبان او شيء هون عم بغير على وشها، راح تحك وراح يجي الكريمه على وشها. هلا ضلكم معي بالفيديو يلا. كان مقلب ريان كان حلو. وهلا يلا نروح للمقلب اللي بعده. اوكي جايز رح ننتقل للمقلب اللي بعده. شفته بالتيك توك كثير بسووه. انا حابه اسوي برمان سو انا جبت هون انينت مي بارده وجبت نص درهم وراح اعمل الروان تاعي. انا حسوي سحر، حط النص تحت المي حولها تطلعي انه اختفى، بعدين حرش المي كله بوجهها واشوف ردة فعلها. سخينه دي روان. روان روان سو انا بصور هون للمقطع من يوتيوب انه سحر. اوكي سو حط النص درهم هون هون. انت حطي عينك هون. طب ليه؟ حتشوفي النص درهم اختفى. كيف يعني؟ يعني حتحطي عينك حتلاقي انه النص درهم اختفى. لا حطيها اكثر اكثر. بس انا شايفينها يعني هي هي. لا لا قربي بعدين هيك زوم بخفي. طيب شو حيصير لما احط؟ حتشوفي الدرهم هيك مشوش، حتشوفي اشياء غريبه. مقلب ناجح. ليتس جو خذ على بعدها المقلب اللي بعده. هلا ريان بتورجيك مقلب ثاني. هلا رح افوت على المطبخ اسوي المقلب وارجع اعمل برمان. يلا جايز ريان هلا رح تسوي مقلب. بس انا ما بعرف انه معي مقلب ثاني احلى منه. هلا انا حرزق الباب وهي اول ما تطلع حرزق عليها. وين؟ اوكي جايز هلا حسوي مقلب ريان. راح احط الزيت هون. هيك راح احط واحد ثاني تحته هون.
وين ريان يا ماما؟ ريان؟ جيت؟ تعالي. عم تسوي فيه مخبر؟ عم تسوي فيه مخبر؟ تعالي شاري. تعالي ريان تعالي. آه جاي. في شيء؟ في شيء؟ حلو؟ ما ضبط المقلب معك؟ أيوة فين؟ ما حد مقلب يعني. وان المقلب جاهز. شو هو؟ تعال عندي. جبت هذا زي الكل. طب شو هذا؟ أنا أحطه هون. طيب انت لازم اذا انا يعني حضرك هاي حتفتها انت لازم توقفيها بجبهتك. اذا وقفتيها حتاخذيها لك. نزليها. بنزلها والله. واحد اثنين ثمان واحد اثنين ثلاثة. واحكي لا وجع فكره راسي لاعب فيهم شيء توم الجري ورقه توم الجري انت. وهاي كانت مقالب اليوم. إذا حبيتوا لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير إشعارات وباي.